أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الثانوية العامة. دلوقتي احنا معادنا مع مراجعة شاملة ونماذج امتحانات متوقعة لامتحاننا. طبعا حتة التوقع دي بيد ربنا سبحانه وتعالى، بس اللي الطالب اللي اجتهد طول السنة أكيد هيقدر يلاقي الخلاصة بتاعت مادتنا الجميلة الشيقة. حاجة شوية أنا ولا بقول كده، يا مادة كيمياء شيقة وإن شاء الله هتستفيد بيها كويس أوي في حياتك المستقبلية بإذن الله، طب وصيدلة وهندسة وكل الكليات العلمية اللي معانا. هنتابع مع بعض. معانا دلوقتي النموذج الثاني من نماذج مراجعة ليلة الامتحان. المراجعة النهائية الشاملة، أنا عاوزك قبل ما تبدأ تراجع معايا النهاردة تراجع تاني تحضيرات أنا قلتها قبل كده في النموذج اللي فات، تحضير الميثان، الإيسيلين، الأسيتيلين، الكشف عن الكربون والهيدروجين، تنساش صناعة الألومنيوم، أوعى تنسى برضو كمان الطلاء والتنقيب. تعال نبدأ على طول مع بعض في النموذج ونقول ملاحظاتنا طول ما احنا شغالين في كل سؤال، بنمشي ازاي في السؤال، بنجاوب ازاي، اللي ممكن يلخبطك وانت بتجاوب تبعد عنه، يعني في اخطاء بتقع فيها. طب وليه نقع في اخطاء؟ ما انا لازم اقرا السؤال كويس، اقرا السؤال لاخر كلمه. السؤال الاول معانا النهارده، اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. اختيارات، ده اصعب سؤال مش اسهل سؤال. اصعب سؤال ليه؟ ممكن الاجابه تفرق معاك في حرف، في كلمه، في رقم معين، في علامه عشريه، فانت تركز تقرا الاختيارات كلها. اوعى تستعجل وتقرا وتلاقي جميع ما سبق او لسين معه وتختارها. في ناس حبايبنا كتير، هادي بادي، لا بلاش، احنا ناس كبار، ده احنا انتوا تعتمد عليها البلد، ربنا يحفظكم ان شاء الله. 12 جرام من غاز الهيدروجين في ميم ضاد د. الاول احنا عرفنا يعني ايه ميم ضاد د، عاوز اتعرف معاك دلوقتي على معنى كلمه ميم ضاد د. ميم ضاد د اللي انا بقولها في السؤال ده، ميم ضاد د يعني معدل ضغط ودرجه حراره، يعني ظروف قياسيه، يعني ظروف طبيعيه، يعني الظروف اللي انا وانت عايشين فيها. طيب بتكون عند درجه حراره كام؟ درجه حراره 0 سيليزيوس اللي هي تقابل 76 سنتيمتر زئبق، ده ضغط، يبقى ضغط وحراره. او لو حبيت اقولها بالكلفن، الصفر سيليزيوس يقابل كام؟ تمام 273 كلفن. قصاد ايه بقى؟ 760 ملي متر زئبق. خلي بالك انا اقول 76 سنتي سين اهو مع الصفر السيليزيوس سين، خلاص عشان ما تلخبطش. لما اقول بقى عند 760 ملي متر زئبق يبقى قصادها 273 كلفن، ده معنى كلمه ميم ضاد د، يعني الظروف الطبيعيه اللي موجوده معانا في الحياه اللي احنا عايشين فيها. طيب نتابع مع بعض دلوقتي. انا بقول 12 جرام من غاز الهيدروجين في ميم ضاد د تشغل حجم مقداره ايه؟ الحجم، انا عشان اجيب الحجم، الحجم عندي بيساوي عدد مولات، هضرب في ايه عدد المولات؟ عدد المولات في 22.4 من 10 لتر. طب فين عدد مولاته؟ ده هيدروجين، ها هحسب كتله المول من اتش، صح كده؟ اوعى، ايوه تمام. من الطالب اللي بيقول لي لا ده اتش 2، ليه اتش 2 هنا؟ لان ده ميم ضاد ايه؟ دال، لان الظروف الطبيعيه بيكون عندي خمس غازات في العالم كله، في الكون كله، في اللي ربنا خلقه بنظام معين، خمس غازات، الخمسه دول بيكون الجزيء ثنائي، هيدروجين اتش 2، نيتروجين ان 2، اكسجين او 2، كلور سي ال 2، فلور اف 2. ايه ده؟ طب انا هحفظ ده النهارده؟ ما تحفظش يا سيدي. ايه ده؟ ده كف ايه ده؟ خمس صوابع، هنا كف ايه؟ هيدروجين، نون نيتروجين، الف اكسجين، كف بقى كف كلور، في فلور. ادي الخمس غازات انت داخل بيهم في الامتحان من غير ما تحفظ الكيمياء، افهم. طب احنا يا استاذ وقت هزار ده؟ لا مش وقت هزار ده، انا بساعدك، ده كلهم ثلاث ساعات في الامتحان، ثلاث ساعات تقعد تركز، ما تستعجلش، مالكش دعوه باللي حواليك، مالكش دعوه باي حد في اللجنه غير ورقه الاسئله وورقه الاجابه. نرجع نقول تاني، انا بقول اتش 2 يعني ده عباره عن جزيء غاز الهيدروجين، 2 في 1 بكام؟ ب 2، يبقى دي 2 جرام ومعاك 12، يبقى دي 12 كتلة المول على 2 يبقى هتساوي 6، اضرب في 22.4 من 10 يبقى الاختيار واضح معاك 134.4 من 10. يبقى دلوقتي احنا عرفنا الحجم بحسبه ازاي. ده ايه ده؟ دي مسألة في انهي جزئية دي عندنا؟ ده في الحساب الكيميائي اللي موجود معانا اللي هو حساب
ايه كتلة المول اللي عندي، درجة تأين الالكتروليتات الضعيفة، الكتروليت ضعيف، هل كبيرة جدا، كبيرة نسبيا، متوسطة، صغيرة جدا. بقول لك ايه الكتروليت ضعيف، ايه معنى كلمة الكتروليت؟ سائل محلول مصهور بيوصل تيار كهربي نتيجة وجود ايونات حرة. الكتروليت ضعيف، درجة تأينه جريت بسرعة على صغيرة جدا جدا جدا. عند الالكتروليت الضعيف بيكون درجة التأين بتاعته ضعيفة جدا، عندنا صغيرة جدا. خلايا النيكل كادميوم، الخلايا الأساسية اللي عندنا بتاعت صناعة ايه؟ شحن الطاقة. خلية الزئبق، ايه ده؟ دي خلايا كهربية يستخدم فيهم ايه؟ نفس مادة الأنود، نفس نوع الالكتروليت، ولا نفس نوع مادة الكاثود؟ أنا عندي الخلايا الكهربية أربعة، في عندي اتنين خلايا أولية واتنين خلايا ثانوية. خلية أولية لا يمكن إعادة شحنها مرة أخرى، ثانوية زي بطارية الموبايل بتشحن من كهرباء الكيمياء، بعدين أنت طول النهار شغال بيها أو طول الليل، من كيمياء الكهرباء، طب خلص الشحن بعيد شحنها تاني، يعني خلية ثانوية بتحول من كيمياء لكهرباء، وبعدين من كهرباء لإيه؟ لكيمياء. خلية النيكل كادميوم ثانوية، خلية الزئبق ايه؟ دي خلية أولية اشتركوا في نفس نوع مادة الإلكتروليت، اللي هو ايه عندي هنا؟ افتكر معايا اللي هو الكي او اتش هيدروكسيد بوتاسيوم. يبقى مادة الإلكتروليت عندي هنا كانت هيدروكسيد بوتاسيوم. كمل، دخلنا على العضوية. لما فعل الميثان، ميثان وقود ايه قوي جدا مع الكلور في ضوء شمس مباشر، مباشر، ده في فرق، لو ضوء مباشر ده تفاعل نزع، ضوء غير مباشر تفاعل اضافه، مش كده؟ لا يا استاذ، هنا بالنسبه للميثان لو نزع بنزع بنزع ده ضوء مباشر، لكن تفاعل الاضافه بيحصل في ضوء مباشر بعيد عن الالكانات. لكن الميثان انا بقول لك بفعل الميثان مع كلور في ضوء شمس مباشر تفاعل نزع، لو ضوء غير مباشر يبقى تفاعل استبدال او احلال. لما فعل الميثان مع الكلور في ضوء شمس مباشر بينتج نقط مع كلوريد هيدروجين. افتكر بقول لك ضوء مباشر يبقى بنزع، بنزع الهيدروجين، يفضل معايا مين؟ الكربون. كلوريد ميثايل، ثنائي كلورو ميثان، كربون، رباعي كلورو ميثان، كل ده في ضوء غير مباشر، لكن مع الضوء المباشر بيطلع كربون وكلوريد هيدروجين. طيب كمل معايا السؤال، شوف سؤال مهم جدا جدا، انا عاوز الناس كلها تركز فيه. بالتكسير الحراري الحفزي للاوكتان، الاوكتان رمزه ايه؟ سي 8 اتش 18، هعمل له تكسير حراري، بكسره ليه؟ بحول المركب الاقل استعمال لمركب اكثر استعمال، من مركب عندي سلسله طويله لسلسله قصيره، ده سي كام؟ 8، يبقى هيطلع منه سي 4، والسي 4 طب انا قسمته، يبقى هقسم ال 18، اوعى تغلط، لا ما ينفعش تقسيمه الهيدروجين، ال 18 دي هتبقى منها كام؟ اتش 10 واتش كام؟ 8، قول معايا الاسم كده 4 و8، يبقى ده الكين، يعني اسمه ايه ده الكين؟ ده بيوتان، لا ده بيوتين او نسميه بيوتيلين. هنا سي 4 اتش 10، اتش اكتر من الضعف باتنين يبقى احادي، يبقى ده يسمى بيوتان، يبقى المركب اللي ناتج عندي بيوتيلين وبيوتان. يبقى لو عملت تكسير حراري حفزي للاوكتان ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بيتحول الى بيوتيلين وبيوتان. حد يعرف مين هو البيوتان؟ ها اسمع، محدش عاوز يرد عليا ليه؟ طيب ها، البيوتان اللي هو غاز البوتاجاز اللي عندنا في البيت اللي هو وقود قوي. جميل جدا كده، كانت مجموعه اسئله اختيارات لمت معايا جزء عضويه وغير عضويه. الاول لسه كل ده احنا في السؤال الاول، بيقول لي ايه؟ ما الدور الذي يقوم به كل من الكريو لايت عند استخلاص فلز الالومنيوم؟ انا مش عاوز دي بس، انا عاوز كل الشباب يركزوا في الثلاث استخدامات اللي هقولهم. في عندي ماده اسمها بوكسايت، مادة تانية اسمها كيريو لايت، مادة تالتة اسمها ايه؟ فلورسبار. التلات مواد دول بنستخدمهم عند استخلاص فلز الالومنيوم. هناخد واحد واحد. رقم واحد معايا اللي في السؤال بتاعنا الكيريو لايت،
فايدته ايه؟ ده اللي بيدوب البوكسايت. طب البوكسايت ده بعمل ايه؟ ده الماده الخام لصناعه الالومنيوم، ده الماده اللي انا هصنع منها الالومنيوم. يبقى البوكسايت هو الماده اللي بصنع منها الالومنيوم. شكرا. كريولايت هو اللي بيدوب مين؟ بيدوب الايه؟ البوكسايت. ماده الفلور سبار ماده صهاره، عاوز اعرف رمزها. الفلور سبار ده عباره عن ايه؟ عباره عن سي اي اف 2 فلوريد كالسيوم. فلوريد كالسيوم ماده بتخفض درجه الانصهار من 2045 لغايه 950. شكرا، دي بتوفر لي حاجات كتير، وفرت لي كتير قوي. يبقى بتوفر درجه حراره اكتر من 1000 درجه مئويه ماده الفلور سبار. لكن كان سؤالنا بيتكلم على ايه يا جماعه؟ على ايه فايده الكريولايت؟ ماده مذيبه للبوكسايت. طب ايه فايده الفلور سبار؟ الفلور سبار ماده صهاره. طب ايه فايده البوكسايت؟ مين البوكسايت؟ اكسيد الالومنيوم، خام الالومنيوم. يبقى الكريولايت اللي في السؤال معانا فائدته ايه؟ ماده مذيبه للبوكسايت. ما فائده وعاء الخرسين في الخلايا الجافه؟ الخلايا الجافه حجر البطاريه الصغير اللي قوته 1.5 فولت، اللي العمود بتاعه خرسين، اللي الكاسوت بتاعه عباره عن كربون مع ثاني اكسيد منجنيز، اللي الماده الالكتروليتيه الالكتروليت اللي فيه اللي هو السائل اللي بيمرر تيار كهربي هو عباره عن ايه؟ السائل دوت، السائل اللي بيمرر تيار كهربي عندي هنا اللي هو الالكتروليت كلوريد امونيوم او كلوريد خرسين. لكن ما فائده وعاء الخرسين؟ ده يعتبر ايه وعاء الخرسين؟ يعتبر انود. يعني ايه انود؟ يعني بتحصل له عمليه اكسده، وطالما حصل له عمليه اكسده يبقى هو عامل ايه؟ مؤكسد؟ لا يا استاذ، ده عامل مختزل. طالما هو بيحصل له اكسده يبقى عامل مختزل، يبقى الانود هو الخرسيم بيحصل له اكسده يبقى عامل مختزل. طبعا مجموعه اسئله جميله في الجزئيه رقم ب في السؤال الاول اللي موجود معانا. طيب تابع معايا وكمل. بين بالمعادلات الرمزيه كيف نحصل على اورثو كلوروتولوين من هكسان عادي، بنزين من كربيت كالسيوم. تعال نشوف المعادلات الجميله اللي عندي دي هنا بالنسبه للجزئيه اللي معانا اللي هو في اجابتنا للسؤال، هتظهر معانا حالا. نشوف كده معايا اجابه اورثو كلورو بنزين اللي موجوده عندي بجيبها ازاي. سي 6 اتش 14 لما اعمل لها اعاده تشكيل ده هكسان عادي، حصلت على البنزين مع الهيدروجين كويس، يبقى الهكسان العادي عملت له اعاده تشكيل محفز. بعد كده خدت المركب بتاع اي سي 6 اتش 14 عشان اطلع منه بنزين. بعد كده خدت البنزين معايا، البنزين حركناه اهو معايا البنزين، لاحظ كده بنزين مع كلوريد ميثايل بعمل له ايه؟ تفاعل ايه ده؟ تفاعل الكلى. مين اللي عمل تفاعل الالكلى؟ ما تنساش تكتب على السهم ALCL3-MA واكتب لي اسم العلماء، واحد اسمه فريدل والتاني اسمه كرافت. يبقى انا خدت البنزين في الخطوه الثانيه، خدته عملت له الكلى، ايه اللي حصل؟ طلعت التولوين زائد HCl، التولوين اللي هو ميثايل بنزين مع HCl. كمل معايا، انا هنا هقول السؤال خطوه خطوه. رقم واحد خدت الهكسان العادي اعاده تشكيل، حصلت على البنزين، بنزين عملت له الكلى، الكلى في وجود كلوريد الميثايل مع كلوريد الالومنيوم اللامائي، تفاعل فريدل كرافت، حصلت على التولوين. بعد ما جبت التولوين خش معايا على التولوين، نعمل له ايه بقى التولوين؟ اهو حلقه بنزين سي اتش 3 ميثايل بنزين زائد كلور. بص مكبرها لك انا ازاي؟ ضوء غير مباشر. ليه؟ هيحصل تفاعل استبدال. حصلت على مين؟ احسن مركبين معانا كده، ده اسمه ايه؟ اورثو كلوروتولوين وبارا كلوروتولوين. اورثو وبارا، اورثو فين الوضع؟ اورثو ده الوضع ده اسمه وضع ايه؟ اورثو اول واحده بعد الميثايل، ده الوضع ده اسمه ايه؟ بارا. تاني واحده لا، ادي 1 2 3 الذره رقم 3 بعد ايه؟ الميثايل اللي عندي. يبقى كده انا حصلت على خليط من اورثو كلوروتولوين وبارا كلوروتولوين من البنزين. كمل معايا ونشوف الخطوه الثانيه او السؤال الثاني اللي معانا. السؤال الثاني بقول لك
ازاي احول كربيد الكالسيوم CaC2 احوله الى بنزين عطري. هاخد كربيد كالسيوم وميه، حصلت على الاسيتيلين زائد هيدروكسيد كالسيوم ميه غير مطفي. بعد كده خدت الاسيتيلين في انبوبه من النيكل، دي شرط اساسي، انبوبه ايه؟ انبوبه نيكل سخن للعامل الحفاز. هو طبعا التسخين لدرجه الاحمرار، درجة احمرار النيكل بتكون عند درجة 200 درجة، مش عندنا في الكتاب، بس اعرف معلومة انت طالب بقى داخل ايه؟ كليات قمة لازم تركز، دي كيمياء. هنا نيكل بسخنه لدرجة الاحمرار حصلت على البنزين.